رحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من سهره مع. النهارده زي ما حضراتكم شايفين من اول اليوم وحتى نهايه اليوم، يوم الحقيقه عظيم جدا. كل ابناء النادي الاهلي متواجدين داخل قناه النادي الاهلي في عيد ميلاد النادي الاهلي يوم 6/8، يوم من افضل ايام الاهلاويه. الناس كلها نفسها تبقى زي الاهلاويه، الناس كلها نفسها يبقى عندها قناه زي قناه النادي الاهلي. اشياء كثيره جدا النهارده طوال النهار، كل متابعي قناه النادي الاهلي النهارده مبسوطين جدا، مبهورين جدا بشكل واداء قناه النادي الاهلي النهارده في عيد ميلادها. كل سنه واحنا دايما طيبين كاهلاويه، كل سنه وكل الاهلاويه طيبين. قبل بس ما اخش اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا النهارده، حلقه بالنسبه لي حلقه مهمه جدا جدا جدا. اولا واحد من اعظم المدافعين